يسعدني استضيف اخوي محمد الحناكي. مساء الخير. مساء النور. هلا. يا هلا والله اخوي محمد. هلا بك. هلا حياك الله. يا هلا فيك. حديثنا اليوم عن ابرز المحطات او الوجهات السياحيه الرخيصه او الاقتصاديه ان صحت التسميه. نبغى نتكلم يعني عن اهم المدن، اهم الدول. انت لك باع طويل ولك تجارب كثيره، نبغى نستغل تواجدك معنا. يسعدني اخوي عبد العزيز اكون معك في البرنامج. يا هلا. وفي نقطه يخفي البعض انه يقول مثلا قاره اوروبا انها مكلفه او غاليه. لا، في وجهات تعتبر رخيصه، تعتبر اقتصاديه، تعتبر مناسبه. يعني السفر مو مقتصر يعني على فئة معينة، السفر متاح للجميع. فلو قلنا مثلا من الدول اللي أنا زرتها وشفت أنها رخيصة ومناسبة، طبعا لأني زرت أغلب أوروبا فعشان كذا جت المقارنة. يعني المقارنة ما تيجي إلا من التجربة. فمن الدول اللي زرتها وشفت أنها رخيصة يعني ومناسبة جدا وفيها فرق عن دول ثانية أوروبية، عندك رومانيا، عندك البوسنة، عندك صربيا، بلغاريا، تشيك. في دول أنا ما زرتها لكن قريت عنها كثير زي سلوفاكيا، زي بولندا. ترى بولندا تعتبر من أرخص بلدان أوروبا. جميل. وفيها مدن زي كراكوف، زاكوباني. يعني زاكوباني هذه الحين يشبهونها بزلامسي، يعني زلامسي اللي موجودة في النمسا. يعني والله عاد أخوي صالح ما أظن في شيء زي زلامسي، لكن محمد ممكن محمد تسمي. لا ما في أكيد. عفوا محمد. زلامسي زرت زلامسي 3-4 مرات ويعني الواحد يقول انها تستاهل انه يعيد الزياره. لكن الوجهات هذه راح تكون وجهات مستقبليه، راح يكون عليها يعني طلب. الوجهات اللي انا ذكرت لك يعني حتى النمسا لو جينا نبي نعتبرها بالارياف تراها وجهه رخيصه لما تبعد عن الاماكن المشهوره. في يعني شنو نقيس احنا فيه الغلا والرخص في السكن. صحيح. يعني السكن انا اجي في زلامسي بلقى السكن 800-700 ألف الليله. طيب انا اقدر احصل نفس السكن هذا نفس السعر 20 كيلو شوي 30 كيلو في الارياف اللي حولها في اوتندروف، ماري إيلم، كثير يعني الارياف احصلها 200 ريال. لا ومع الافطار بعد والمواقف مجانيه وكثير. طيب اسلم. اي وباماكن جميله يعني انت يعني في ناس ما تبي الزحمه، تبي الارياف، تبي الهدوء، تبي الاستجمام، انت رايح تقضي عطله. في رومانيا سكنت في فندق والله ب 80 ريال في مدينه اسمها سيسي جورا، مدينه طبعا تاريخيه هذه تبعد عن بوخارست 300 كيلو وعن براشوف. براشوف هذه مدينه جميله برضه ومقصد سياحي ممكن انك زرتها انت اخوي عبد العزيز. صحيح. وبعض المستمعين اكيد زار هذه براشوف، تبعد عن براشوف 100 كيلو. وحتى براشوف هذه انا زرتها قبل سنتين السكن على يعني مو مبالغه او شو نقول 200 ريال، لا فعلا في على 200 ريال 250 ريال وفندق 4 نجوم 3 نجوم. بغض النظر بنروح للارياف المدن الثانيه لا غاليه زي بس عندك بس ولا قطع الورد كأخوي محمد. في ناس كثير برضو يعني هو أصلا ما يحب ضجة المدينة، ما يحب الإزعاج، يحب يبتعد، يحب يكون مكان هادي، يحب يكون يعني ما في شك. حتى في بعض المدن يعني أنا مثلا أخذ في بوخارست فندق 4 نجوم 200 ريال لكن أروح في جنيف، في أمستردام، في فيينا، في ذا ما ألقى بالسعر هذا. مو نفس يعني ممكن نفس فئة الفندق ونفس النجوم ونفس كل شيء. يعني مثلا عندك أمستردام هذا دائم يجيني السؤال حكم اني زرتها يعني 10 مرات 9 مرات. امستردام الفنادق على مدار السنة ما راح تلقى اقل من 1000 ريال للفنادق. صحيح. انا زرت امستردام الامانة اكثر من مرة. بلد يعني غالي بشكل يعني ما تدري ليش على ايش الغلا. بلد مقصد سياحي للاوروبيين خصوصا وللعالم كله. يعني هو يجي 18 مليون سائح في السنة. فزي ما تفضلت أن تجيني أسئلة زي ما تقول أنت أنا أنبسط بتجي أسئلة. أنا حتى تجي يعني أسئلة كثيرة في الناحية هذه في حسابي في تويتر. يعني إذا حب أذكر يعني هو اسمه تفاصيل أوروبية وأنا أنقل أدق تفاصيل السفر وأنبسط والله. اللي يسأل وأساعده هذا أنا أنبسط جدا. طبعا أمستردام مش الحل أنك ما تسكن في أمستردام جنبك أرياف ولا 10 كيلو 10 دقائق أنت في وسط الريف والفنادق
تحصلها 300 ريال 200 ريال وممكن أكواخ وممكن تسمى بيوت عطلات وممكن منتجعات. أنت كذا حليت بدل ما تسكن بألف ريال سكنت 200 ريال. صحيح. فحتى الوجهات الغالية أخوي عبد العزيز نقدر نخليها وجهات اقتصادية بس بالتخطيط الجيد. وحنا حساباتنا هذه يعني بعد الله سبحانه وتعالى ترى تساعد الكثير. يعني حنا ننقل التجربة وننقل أدق التفاصيل. يعني سويسرا معروف أنه بلد غالي وأنا قلته غالي جدا. وش الحل؟ أنت ما تسكن في إنترلاكن وتسكن في الأرياف المشهورة وتبغى فندق رخيص. الحل ابعد شوي وسع ولا قطع الواردك أخوي محمد. أنا سكنت في سويسرا ب500 أو 600 تقريبا يعني باليوم يعني بس سويت عملية بحث يعني ممتازة للأمانة. أنا سكنت ب 300 ريال وفي منطقة قريبة من لا أنت تفوز أجل أنت تفوز يا أبو في منطقة قريبة من مصنع نستلة إذا تعرف المأكل زرت هذا اللي في النص ما بين مونترو وما بين إنترلاكن وكان السكن جدا جميل والخدمات موجودة جميلة بس أني وسعت دائرة البحث في برامج ال برامج ال طيب أنا ما أبغى أزود شوية على المستمع. لو قلت لك أخوي محمد عطيني جدول سفرة للصيف مدة 15 يوم لدولتين أو ثلاث بوجهة نظرك تكون اقتصادية وجميلة ويعني تجربة فريدة خلني أقول. والله شوف النمسا أعتبرها يقدر يعني يوصل النمسا ويطلع من النمسا السلوفاكيا جنبها طبعا هي ومن سلوفاكيا إلى بولندا ومن بولندا للتشيك ويرجع يعني ياخذ يعني يخلي وصوله الوصول والعودة من فيينا. إذا أنا جالس أسجل وراك ترى أبو ما لا يقدر أبد جنبك سلوفاكيا جنبك بولندا جنبك التشيك جنبك كل هذه تقدر تأخذها بعشر أيام باثناعش يوم 15 يوم عاد كل ما وسعت وكثرت الأيام كانت أفضل. يعني هذه أنا إذا بس يبحث بحث سريع عن أماكن الإقامة أنا أضمن له بيحصل 200 ريال 300 ريال وإذا ما حصل يجيني بس وأنا أوصف له الأماكن اللي فيها الله يعطيك العافية أخوي محمد الحناكي. شكرا لهذه المداخلة. إن شاء الله تكون لنا مداخلات أكثر وأكثر في حلقات مستقبلية لو سمحت لي بس تفضل. طبعا الله يحييك أخوي عبد العزيز والمستمعين فيه معرض إن شاء الله للسفر معرض الرياض الدولي للسفر الأسبوع القادم جميل. في فندق الفيصلية إن شاء الله في جناح رفاق السفر. الله يحييكم جميعا الله يسلم. جميع المستمعين هذه دعوة على الهواء من محمد الحناكي لكم أنتم مستمعينا أي أحد عاشق أو مهتم في هذا الموضوع تفضل. وقريبا إن شاء الله فيه رحلة إن شاء الله في إبريل لهولندا إن شاء الله. الله يحييكم برضو لمهرجان يقام بس شهرين مهرجان التوليب سنة مدة شهرين بإذن الله. هذه المعلومات كلها تلقونها عند أخوي محمد الحناكي بإذن الله حساب اسمه تفاصيل أوروبية يستاهل أخوي محمد. موفق محمد يعطيك العافية. يعافيك الله يحفظك يا هلأ.